نرحب بكم مشاهدينا عبر قناة الشرقية من كلباء ومن برنامجكم الأسبوعي أجندة الشرقية اللي نطلع عليكم من خلاله على أهم الأحداث والفعاليات اللي جرت في المنطقة الشرقية. ويسرنا مشاهدينا أن نقف بأولى محطة لنا من محطاتنا في مدينة خرفكان عروس الساحل الشرقي، ولنتعرف على أدق التفاصيل اللي جرت في هذه المدينة خلكم معانا. مشاهدينا من مجلس ضاحية الحياوة اللي نظم محاضرة عن أضرار المخدرات والوقاية منها بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وللتفاصيل أكثر خلكم معانا. ضمن مبادرات غيث الشرقية، نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة إدارة المنطقة الشرقية بخرفكان محاضرة بعنوان أضرار المخدرات والوقاية منها بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى والمجلس البلدي لمدينة خرفكان، وذلك في مجلس ضاحية حياوة، وبحضور عدد من مسؤولي وموظفي الدوائر الحكومية وأهالي المنطقة. ضمت المحاضرة عدة محاور متنوعة، منها الدوافع والأسباب المؤدية لتعاطي المخدرات، وما هي سبل الوقاية منها وأنواعها وأشكالها. وركزت المحاضرة إلى أهمية تعزيز محور مكافحة الجريمة والوقاية منها وإيجاد شراكة فعالة بين الجهاز الأمني وأولياء الأمور نحو تحمل المسؤولية تجاه المجتمع، وأن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية، وتعد الأسرة هي لبنة المجتمع الأساسية والتي ينبغي العمل على حمايتها وتحصينها ضد آفة المخدرات. وضحت المحاضرة للأسر إلى الالتفات لما يجري حولها من مخاطر تهدد كيانها وأبنائها، والقيام بدورها في حمايتهم والابتعاد بهم عن مستنقع المخدرات. وعلى هامش الجلسة اطلع الحضور على المعرض المصاحب الذي يحوي نماذج حية للمواد المخدرة وأثارها السلبية على المتعاطين من أفراد المجتمع، كما يحصل المعرض في طياته الجوانب التوعوية الخاصة بالتصدي لهذه الآفة. مشاهدينا متواجدين اليوم في مجلس ضاحية الحياوة لنشهد مع بعض ملتقى لقاء الأجيال، وللتفاصيل أكثر وتكونوا بأدق التفاصيل خلكم معانا. ضمن المبادرات التثقيفية التي يقيمها مجلس الشارقة للشباب وبالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى والمجلس البلدي بمدينة خرفكان وبلدية مدينة خرفكان، نظمت جلسة حوارية بعنوان لقاء الأجيال، وذلك في مجلس ضاحية حياوة. شارك في الجلسة سعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خرفكان، والدكتور عبدالله المغني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الشارقة فرع خرفكان، وفاطمة المغني عضو سابق في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وخبيرة تراثية، وعددا من مسؤولي الدوائر الحكومية ومرشحي انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة خرفكان وأهالي المدينة. تناولت الجلسة عدة محاور كان من أبرزها مقتطفات من السيرة الذاتية والمهنية للمشاركين الذين استعرضوا عددا من التحديات التي واجهت كل منهم في مسيرته العلمية والعملية. هدفت الجلسة إلى تبادل الرؤى والأفكار لتحقيق التميز العلمي والترقي الوظيفي، مستعرضة أهمية الثقافة في تطوير الذات وتنمية الصحة النفسية والقدرة على تخطي المعوقات الحياتية.
وصلنا معكم مشاهدينا إلى محطتنا الثانية من برنامج أجندة الشرقية الأسبوعي في مدينة دبا الحصن. من خلال جولتنا في هذه المدينة حصرنا لكم جميع الأخبار المتواجدة في هذه المدينة، وللتفاصيل أكثر تابعونا. ضمن جولتنا اليوم في مدينة دبا الحصن ووصولا إلى معهد الشارقة للتراث فرع دبا الحصن، بنتعرف اليوم وبنشهد مع بعض طريقة إعداد السمن. للتفاصيل أكثر خلكم معنا. ضمن مهن الورش التراثية، نظم معهد الشارقة للتراث فرع دبا الحصن ورشة طريقة إعداد السمن في مقر المعهد، وذلك للتعريف بالجيل الحالي والأجيال القادمة بحرف الآباء والأجداد والحفاظ عليها، وذلك بحضور خالد أحمد الشحي مدير معهد الشارقة للتراث فرع دبا الحصن وعددا من موظفي الدوائر الحكومية وأهالي المنطقة. تضمنت الورشة تعريف طريقة إعداد السمن وأنه طعام الأجداد المفضل وسر بنيتهم الصحية وقوتهم، فلقد كانوا يضيفونه بوفرة على وجباتهم دون أن يخافوا من خطر المرض. فنمط الحياة قديما الذي كان يمتلئ نشاطا وحيوية كان يسمح لهم بتناول كل ما يطاب لهم. وقدمت الورشة الوالدة محينة علي الصريدي شرحا حيا ومبسطا لطريقة إعداد السمن. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اليوم استدعونا معهد الشارقة للتراث لإعداد السمن. أنا محينة علي عبيد الصريدي، وجزاهم الله خير يعني اللي كانوا معنا، استعدينا للسمن ويعني علمناهم طريقة السمن. أول قلينا السمن أول اليليلان والحلبة، وبعد النوت والمثيبة والكركم والملح، وخلطناه، وعقب إن شاء الله سوينا عليه العيش الخلاصة، والحمد لله يعني اتأنسوا. ركزت الورشة إلى أن الطريقة تختلف بشكل بسيط من منطقة إلى أخرى، وأنه له مزايا عديدة منها رائحة وطعم السمن الصافي خالي من أي روائح أو مذاق غريب، ويكون لونه أصفر ذهبي ذو قوام رملي، وكثافته متوسطة ما بين التجمد والسيولة، ويمكن إضافة فيتامين يا إلى السمن البلدي لتطيل عمره أكثر وحفظه في حالات وجود ظروف. شمل الاختتام مسابقة للجمهور تتلخص في كيفية وضع عمل السمن فوق المأكولات التراثية، وتم تكريم المشاركات. وصلنا معكم مشاهدينا إلى محطتنا الأخيرة في مدينة كلباء، المدينة الحاضنة للطبيعة. في هذه المدينة احتوت على عدد كبير من التفاصيل والأحداث المهمة اللي ارتقت بذائقة الجمهور، وللمزيد من تلك التفاصيل خلكم معنا. نظم مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية جلسة حوارية ضمن برنامج ملهمون بيننا، الذي يأتي تحت رعاية وحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، وبمشاركة الكاتبة الإماراتية نور النومان، والروائي الكويتي مشعل حمد، والروائي السعودي أسامة مسلم في قاعة الأفراح في كلباء، وذلك احتفاء بنيل إمارة الشارقة لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019.
تشرفنا اليوم بلقاء الشيخ بدعوة كريمة من الشيخ هيثم صقر القاسمي في لقاء ملهمون بيننا مع مجموعة من الكتاب في الخليج، وكان لقاء مثري جدا. تحدثنا فيه عن بعض جوانب النشر والكتابة، مصادر الإلهام في المدينة الجميلة هذه كلبة، اللي أتمنى أزورها مرة ثانية. تمحورت الجلسة بتسليط الضوء على مسيرة المشاركين ودورهم في تعزيز المشهد الثقافي التي تديرها الإعلامية عائشة الزعابي من خلال الأعمال الأدبية التي قدموها، وستبحث في كيفية إسهام الحراك الثقافي الذي تشهده المنطقة في إلهامهم ودفعهم إلى عوالم الكتابة والتأليف. احتوى برنامج ملهمون بيننا سلسلة جلسات تستعرض كل واحدة منها تجربة ضيوف جدد من الشخصيات الثقافية وإبراز أعمالهم ومؤلفاتهم، وتتناول دورهم في إحداث مزيد من التحول الثقافي الإبداعي على الصعيد المحلي ورفض المكتبات بعناوين ثرية من مؤلفاتهم. أيضا مشاهدينا، من فعاليات جامعة الشارقة فرع كلباء، اليوم تحتفل الجامعة بفعالية اليوم العالمي لمرض السكري، وللتفاصيل أكثر خلكم معانا. ضمن أنشطة يوم السكري العالمي، نظم قسم الخدمات العامة بجامعة الشارقة فرع كلباء بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم وبمشاركة مجموعة من الدوائر الحكومية والمؤسسات والجهات الخاصة، معرضا بمناسبة يوم السكري العالمي، والذي يصادف 14 من شهر نوفمبر من كل عام، وذلك بحضور الدكتور علي عبيد الزعابي نائب مساعد مدير شؤون الفروع فرع كلباء، ومدير بلدية كلباء المهندس عبد الرحمن عبد الله النقبي، وأولياء الأمور مع طلبة الجامعة. تضمن المعرض جولة للمسؤولين على الجهات المشاركة، حيث تم توزيع الوجبات الصحية بالإضافة إلى الكتب والمنشورات التي تفسر طريقة العيش بحياة صحية وأفضل الطرق للقضاء على مرض السكري، كما تم عمل فحوصات وقياسات للسكر وضغط الدم للحضور. واليوم حقيقة من باب نشر الثقافة الصحية صار تعاون بيننا وبين مجلس الشارقة للتعليم ومؤسسة مؤسسة الخدمات الإنسانية في الشارقة وبعض المؤسسات المجتمعية والصحية والأهلية، من خلال إنشاء ما يسمى بالتعاون المشترك حول تثقيف الجانب التعليمي، وخاصة فيما يتعلق بأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات. وكذلك وزارة التربية والتعليم مشكورة على زيارتهم لهذا المعرض ولهذا المهرجان، الذي يعد بمثابة مهرجان تثقيفي حول بعض الأمراض عافكم الله وسلمكم الله من كل شر التي انتشرت في الآونة الأخيرة. احنا سعداء جدا بمشاركة دكتور نيتريشن في اليوم العالمي للسكر. طبعا احنا شاركنا هنا والتنظيم رائع وكل شيء، وعطينا بعض المعلومات الغذائية للناس، ازاي ان السمنة او زيادة الوزن بيتأثر بشكل سلبي على موضوع السكري، وعملنا فحوصات هنا وان شاء الله الناس كلها استفادت الحمد لله. هدف المعرض الى زيادة وعي الاسر بالعلامة التحذيرية للاصابة بداء السكري، وتعزيز دور الاسرة في التثقيف الصحي في علاج داء السكري والوقاية من مضاعفاته، ورفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري على الأسر، وتشجيع التشخيص المبكر ودعم المتضررين. مشاهدينا، اليوم بنشهد مع بعض انطلاقة مهرجان كلباء الثقافي في دورته الرابعة، وهذا المهرجان بيحتوي على عدد كبير من الأنشطة والفعاليات المختلفة، وأبرزها بيكون أوبريت جزيرة الشعر، وللتفاصيل أكثر خلكم معانا. برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان كلباء الثقافي
والذي تنظمه دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية على مدار يومين متتاليين في حديقة الشاطئ بكورنيش مدينة كلباء. استهلت فقرات المهرجان بأمسية شعرية قدمها الشاعر فهد العدواني من دولة الكويت، والذي ألقى مجموعة من القصائد الشعرية ما بين الوطنية والوجدانية وغيرهما، كما تم عرض أوبوريت بعنوان جزيرة الشعر فكرتي وإشراف محمد صالح السويجي وتأليف حميد فارس وإخراج مبارك ماشي بمشاركة الشعراء عبد الله الهدية وبتول آل علي مع نخبة من الفنانين القديرين ومنهم سيف غانم والدكتور حبيب غلوم وعبد الله الجنيبي وغيرهم من الممثلين. لو جزيرته وحنا رقود مثل ما قلت، ومن وين دربهم؟ وانا راد من فوق طرف الجزيرة لقيتهم متجمعين، عقبها عزموا سيرهم صوبنا لتسبقهم وخبركم قبل وصول اياديهم خالية. يوضح الأوبوريت ويؤكد أهمية الشعر من خلال جزيرة محاطة بالماء من كل الاتجاهات، ويتجمع أهاليها ويطلعون للعلم والنور ويعدون أبيات الشعر في حواراتهم، إلى أن سيطر عليهم القراصنة وحاولوا تفريق شملهم بادعائهم بوجود كنز عظيم في الجزيرة، حيث قام أهل المدينة بالبحث عنه ولم يتم العثور عليه، معتقدين أن الكنز عبارة عن ذهب وفضة، حتى اكتشفوا أخيرا أن الكنز أثمن مما يبحثون عنه ألا وهو الشعر. أيت الأمر حقا، عقول الدار يملكها الدخيل. استمر المهرجان إلى يومه الثاني، حيث تضمن العديد من الفعاليات والتي حضرها الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخرفكان، وعددا من مديري الدوائر الحكومية وأهالي المنطقة والمناطق المجاورة. بدأت الفعاليات بمعرض للفنانة التشكيلية عزة القبيسي، تضمن مجموعة من المجوهرات تحت اسم شمسة والجود، بالإضافة إلى عمل تشكيلي تحت مسمى أبجدية الحياة. بعد ذلك بدأ عرض فقرات من الفلكلور الشيشاني، تليها أمسية للشاعر حامد زيد من دولة الكويت. مشاهدينا، متواجدين اليوم في جامعة الشارقة فرع كلباء لنقل لكم ونعرفكم معرض صنع بيدي، وللتفاصيل أكثر في المعرض خلكم معنا. تحفيزاً وترسيخاً لأعمال دور المرأة الإماراتية، نظمت جامعة الشارقة فرع مدينة كلباء معرضاً بعنوان صنع بيدي، والذي ضم عدداً من المنتجات والمشغولات اليدوية في كلية البنات، وذلك بحضور الدكتور علي عبيد الزعابي نائب مساعد مدير شؤون الفروع فرع كلباء، وعدداً من الإداريين وطلبة الجامعة. طبعا إيمانا منا بالاستفادة من طاقات طالباتنا وطلابنا في الجامعة، تم افتتاح هذا المعرض الذي يمثل عطاءات طلابية ومشاركة اجتماعية كذلك أو مجتمعية، فتم التنسيق على إقامة مثل هذه الفعالية وهذا المعرض للهوايات الموجودة والمخزون، سواء كان الفكري أم المهاري أم العطاء الداخلي للطالبة والطالب. فكان الحمد لله رب العالمين الأركان المعروضة، بحكم أن الجامعة ليست فقط هي جانب تدريسي أو قاعات دراسية، إنما أيضا نريد أن نفجر عندهم هذه الطاقات ويستفاد منها مجتمعيا، وهم أيضا يتم نوع من التنمية الذاتية للطالب والطالبة، وهذه طبعا من محاور الاستراتيجية التي أكد عليها صاحب السمو حفظ الله ورعاه وإدارة الجامعة الكريمة، في أن تسعى دائما لتذليل كل ما من شأنه خلق بيئة جاذبة في هذا المجال. يحتوى المعرض على عدد من الصناعات والحرف اليدوية كصناعة الأكل ورسم الصور التذكارية، وعددا من الهويات التي يقوم بصنعها طلبة الجامعة في المنزل، للمعرض رؤية محددة وأهداف واضحة تتمثل في تحفيز الإبداع لدى الطالبات
وإدماجهم في العملية الإنتاجية وسط بيئة آمنة ترعى إبداعاتهم وتنقلها إلى مسار التطبيق. وإن هذا التوجه يتمشى مع التوجيهات المستمرة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، بالأخذ بأيدي الشباب والشابات والاستفادة من إبداعاتهم وتشجيعهم على الدخول في عالم الأعمال وتوفير مقومات النجاح لهم لتكون مشروعاتهم نموذجا للتكامل الفعال ونواة حقيقية لمجموعات أعمال كبرى تساهم في التنمية الاقتصادية الوطنية. مثل ما عودناكم مشاهدينا في كل أسبوع نصطحبكم في جولة من جولاتنا إلى دائرة من الدوائر الحكومية، واليوم وجهتنا بتكون في دائرة الخدمات الاجتماعية فرع مدينة كلباء لنتعرف على الخدمات اللي يقدموها، وللتفاصيل أكثر خلكم معنا. دائرة الخدمات الاجتماعية هي تابعة للمجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، تأسست في عام 1984 كدائرة تابعة لديوان الأميري، إلا أن ظهورها بشكلها الجديد كدائرة مستقلة كان بناء على المرسوم رقم 9 في عام 1995. دائرة الخدمات الاجتماعية طبعا مقرها الرئيسي في الشارقة ولها أفرع في المنطقة الشرقية في كلبة وخور فكان ودبل حصن، بالإضافة إلى المنطقة الوسطى الذيد ومليحة والمدام والبطايح وفرع الحمرية. في مدينة كلبة كباقي الأفرع هناك ثلاث أقسام رئيسية في الدائرة، اللي هو قسم الرعاية والحماية الاجتماعية اللي هو يعني بالمسنين ورعاية المسنين في المنازل، بالإضافة إلى نادي الأصالة وهو نادي نهاري يقدم خدمات اجتماعية وصحية ورياضية لكبار السن، أيضا يقدم بعض البرامج الترفيهية سواء رحلات داخلية أو خارجية، بالإضافة إلى قسم يعني شعبة الحماية اللي هي تتبع لحماية الضعفاء من كبار السن أو الأطفال المعرضين للإيذاء بأنواعه، سواء الإيذاء الجسدي أو الجنسي أو العاطفي أو الإهمال، أيضا أو الاستغلال التجاري للأطفال. كذلك نتابع حالات الأطفال المحتضنين لدى فرع كلبة أو مدينة كلبة، الأطفال المعرضين للإيذاء من خلال خط نجدة الطفل. أيضا عندنا شعبة الملتقى الأسري اللي هو يحتضن يعني حالات الرؤية ويتم تنفيذ الرؤية في الدائرة من خلال بعض الموظفين، وفي غرف خاصة موجودة للرؤية تكون خلال فترة إجازة نهاية الأسبوع. وهذه يعني حالات اللي ترد إلينا من محكمة كلباء الابتدائية الاتحادية، وغالبا تكون هذه خلافات ما بين الزوجين ويكون في انفصال بينهم وبينهم أولاد، يعني تطبيق الرؤية من خلال إحضار الأولاد من طرف وتسليمه للطرف الآخر، يكون التسليم والاستلام عن طريق الموظفين في دائرة الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تطبيق الرؤية الإلكترونية اللي هي من خلال وجود أحد الطرفين في المنشآت الإصلاحية والعقابية، يتم رؤية الأطفال من خلال وضع كاميرا ووجود الأطفال في الفرع، أو الانتقال إلى منزل الحالة أو منزل الأطفال ويكون التواصل عن طريق الأجهزة اللوحية. القسم الآخر هنا قسم الرفاه الاجتماعي اللي يقدم مساعدات اجتماعية شهرية للحالات. احنا عندنا طبعا تقريبا 1382 حالة تستلم مساعدات سواء كأفراد أو أسر، بالإضافة إلى المساعدات الطارئة، المساعدات التدخل العاجل،
بالإضافة إلى يعني تواصل مع الجهات الأخرى في تقديم الخدمات للأسرة، سواء كانت خدمات اجتماعية أو خدمات يعني غير الخدمات الاقتصادية اللي هي مقتصرة على المساعدة. هناك تواصل مع عدة جهات من خلال دراسة اجتماعية وافية عن الحالة، ونشوف مدى حاجة الحالة هذه للمساعدة. قد تكون المساعدة مش مقتصرة فقط على المال، في مساعدات أخرى من خلال التواصل مع الجهات الأخرى المعنية بالشأن هذا للأسرة. قسم الخدمات المساندة اللي هو الإدارة، اللي يقوم ب يعني متابعة حالة الموظفين من إجازات وتقييم ومواصلات ومنشأة. الهدف من دائرة الخدمات الاجتماعية هو توفير الحياة الكريمة للأسر والأفراد بما يمكنهم من العيش بكرامة واستقلالية، وتوفير الظروف المناسبة لهم. هذه كانت جميع تغطياتنا في رحلتنا بين محطاتنا في المنطقة الشرقية، ولكن ما زالت محطاتنا مليئة بالأحداث والفعاليات اللي تخدم جميع شرائح المجتمع. وللمزيد من تلك الأحداث والفعاليات تابعونا في برنامج أجندة الشرقية الأسبوعي. دمتم بخير.